تجد صعوبة في حفظ القرآن بسبب ضيق الوقت؟ هل أنهكتك مشاغل الحياة وشعرت أن تركيزك قد ضعف فتركت الحفظ؟ والسؤال الأهم، هل من الممكن أن نحفظ القرآن مع كثرة انشغالاتنا وزيادة همومنا وضيق أوقاتنا؟ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. شاب تعرض لعقبات مشابهة، تجاوزها فلازم مصحفه وحيدا بين جدران غرفته الأربع إلى أن أصبح صوته يسمع وفي المسجد النبوي الشريف يصدع إلى العالم أجمع. تعالوا معنا لنعرف القصة. في أثناء ما كنت بدأت أحفظ القرآن الكريم، يوما من الأيام أصابتني ضائقة كبيرة جدا حتى أصبحت مشغول الفكر، فقررت أن أول شيء أعمله أن أترك حفظ القرآن الكريم. فقلت للشيخ الذي كنت أحفظ عنده، أنا سأترك الحفظ ولا أريد أن أحفظ القرآن الكريم. فقال لي بعفوية، لماذا؟ قلت له أنا لا أستطيع أن أفكر ولا أركز ولا عندي قدرة لأحفظ ولا آية، فأنا أستأذنك إني ما عاد أرجع لك. فقال لي أنت في منتهى الغباء ومجنون. قلت له لماذا؟ قال لأن حفظ القرآن الكريم لا يصلح إلا في المشاكل، أي أن الإنسان الذي باله مرتاح ومتهني ما يحفظ القرآن الكريم. قلت له فسر لي هذا الكلام. قال أرأيت شخصا غنيا ثريا عنده أموال وعنده خدم وحشم يحفظ القرآن الكريم؟ قلت لا. قال هل رأيت فقيرا لا يملك إلا ثوبا واحدا أو ثوبه مقطوع ويحفظ القرآن الكريم؟ قلت كثير، أولاد الفقراء كثيرين في المساجد يحفظون القرآن الكريم. قال هذا أنت مجنون، فرصتك الوحيدة أن تحفظ القرآن الكريم ما دام عندك مشاكل، إذا انتهت مشاكلك وأصبحت رجل مرتاح مستقر فلن تحفظ القرآن الكريم. فالآن عليك أن تشتغل بالقرآن الكريم ليلا ونهارا مع المشاكل لتحفظ. فأعادني للدرس ومع المشاكل، واستمر القرآن الكريم وبدأ القرآن الكريم يطرد المشاكل من أمامي، حتى تفضل الله علي بأن أحفظ القرآن الكريم وراحت المشاكل وبقي لي القرآن الكريم. الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. أنا أقول لمن يزعم أنه كبير في السن أو مشغول أو عنده عمل وأنه لا يستطيع، فهو مخطئ تماما، كخطأي أنا حينما كنت أريد أن أترك الحفظ. الكبير يحفظ القرآن الكريم والصغير يحفظ القرآن الكريم، وهذه مكرمة ربانية تفضل بها عليكم، فلا تضيعوا الوقت في الأسئلة، بل بادروا، خذوا المصحف وصححوا القرآن الكريم، نصوص القرآن الكريم على من حفظ قبلكم، وبادروا إلى التكرار واحفظوا. كل له طريقة، كلها توصل إلى هذه المكرمة الربانية. كل إنسان مسلم في هذا الكون يستطيع أن يحفظ القرآن الكريم بكل سهولة، فقط أن يلتزم ويبدأ ولا يسأل عن أسهل الطرق ولا أصعب الطرق. وإنه على ذلك لشهيد، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه على ذلك لشهيد،
على ذلك يسلك الطريق، والله سبحانه وتعالى قد يسر القرآن له، فليبادر وبادروا وخذوا نصيحتي على محمل الجد، فإنها نصيحة أخوية لكم، أثابكم الله ونور بصائركم وهداكم إلى الصراط المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تشغل نفسك بالتفكير في التفاصيل التي تؤخرك وتشغلك، ولكن فكر فيما تريد وهو حفظ القرآن.